من بين البرمجيات التي يمكن استعمالها في تدريس الرياضيات، دونك نجد هذه البرمجية. دونك دائما بطبيعة الحال أنا أستعمل الجيوجبرا في إنشاء هذه البرمجيات. دونك هنا نجد لو كالكول دون سوم دو دو زونتي ولاتيف، دونك حساب مجموع عددين صحيحين نسبيين. دونك هذا الدرس هذا لا يخفى عليكم الصعوبات التي يواجهها التلميذ في فهم هذه المفاهيم، دونك ولهذا يبحث الأستاذ دائما على بدائل لشرح هذا المفهوم، دونك مفهوم ديال مجموع عددين صحيحين نسبيين. دونك بين الطرق التي يعتمد عليها الأستاذ هي أننا نقوم بتمثيل هذه الأعداد عن طريق الأزرار، دونك لي بوتون. مثلا هنا زر أحمر يمثل زائد واحد، وزر أزرق يمثل ناقص واحد، وعندما يلتقيان دونك يلتقي الزر الأحمر بالزر الأزرق فإن النتيجة المحصلة عليها تكون هي الصفر. دونك ان بوتون بلو بلس ان بوتون روج صافي زيرو. دونك مثلا هنا نقوم بتشكيل مجموعة من العمليات الحسابية، دونك يا إما نستعمل هذه الزالقة وهذه الزالقة الثانية. دونك الزالقة الأولى بالنسبة للأعداد الموجبة، دونك لاحظوا هنا عندما أقوم بتغيير هذه الزالقة فإن الأعداد الموجبة تتغير هنا، دونك عدد الأزرار بطريقة أخرى فإن عدد الأزرار يتغير، وكذلك عندما أقوم بتغيير الزالقة الثانية فإن عدد الأزرار الملونة هنا باللون الأزرق هو الذي يتغير. هناك إمكانية كذلك يمكن إعطاؤها للتلميذ لإدخال العدد الذي يريد، دونك مثلا هنا نريد مثلا حساب عملية حسابية أو إنجاز عملية حسابية من اختيار التلميذ. مثلا هنا سنقوم بمسح هنا، دونك هنا قمت بواحد الشرط سيزير ان نومبر اونتيي انفيريور ستريكتومون 21، دونك فقط للشاشة دونك حتى تظهر جميع الأزرار على هذه الشاشة. دونك هنا يمكننا إدخال عدد مع مثلا 17 مثلا، ثم أضغط على الزر أوكي. دونك لاحظوا هنا سأحصل على العدد 17، وهنا سيكون التمثيل الخاص به. دونك إذا قمنا بحساب هذه الأزرار فسنجد فعلا 17 زرا أحمر. بالنسبة للأزرار الملونة باللون الأزرق كذلك يمكننا فعل نفس الشيء، يمكنني أن أدخل العدد الذي أريد، مثلا سأدخل العدد 6 وأضغط. لاحظوا هنا سأحصل على 6 أزرار وكل زر بطبيعة الحال ملون باللون الأزرق. دونك لحساب هذه العملية مثلا 17 زائد ناقص 6 فإننا سنستعمل هذه القاعدة، دونك عندما يلتقي الزر باللون الأحمر مع الزر باللون الأزرق فإنهما يعطيان العدد صفر، دونك وكأنهما سنتخاليز، يعني أحدهما يذهب بالآخر. دونك مثلا هنا سنتخلص من هذين الزرين، دونك الزر الأول والزر الأول باللون الأزرق والزر الأول باللون الأحمر، ثم الأزرار إلى أن تنفذ جميع الأزرار الزرقاء مثلا هنا. دونك سنتخلص من 6 أزرار باللون الأحمر و 6 أزرار باللون الأزرق، فيتبقى لدينا ماذا؟ 11 زرا باللون الأحمر هنا، وهذا يعني أن نتيجة هذه العملية تساوي 11. أما رياضيا إما إذا أردنا حساب هذه العملية رياضيا فإننا بطبيعة الحال سأقوم بإضافة زر هنا كالكيل ماتيماتيك. دونك 17 زائد ناقص 6 تساوي زائد، دونك لماذا زائد؟ لأن هنا مجموعة عددين مختلفة للإشارة، دونك سنأخذ إشارة العدد الأبعد مسافة عن الصفر الذي هو هنا 17، وبعدها سنقوم بحساب المسافة بين العددين 17 و 6، المسافة بينهما دونك هي 11، دونك النتيجة هي بطبيعة الحال 11. سنأخذ مثال آخر، دونك هنا مثلا سنأخذ العدد 7، دونك 7 أزرار باللون الأحمر عدد موجب، و 14 زرا باللون الأزرق، دونك يعني نريد حساب هذه العملية 7 زائد ناقص 14. دونك عندما نقوم بهذه الطريقة فإننا نحصل على 7 أزرار متبقية، دونك يتبقى لنا دونك أبخي إليميناسيون، دونك بعد إقصاء كل زر أحمر مع الزر الأزرق الذي يوافقه فإنه يتبقى لدينا هنا كما تلاحظون 7 أزرار. دونك قمت بتمثيلها هنا، وهذا يعني أن مجموع هذه ولا حساب نتيجة هذه العملية الحسابية هو ناقص 7. رياضيا كذلك، دونك هنا مجموع عددين مختلفة للإشارة، سنأخذ إشارات الأبعد مسافة عن الصفر، دونك الأبعد مسافة عن الصفر هو ناقص 14، وبعدها نقوم بحساب المسافة بين العددين.
مسافة بين 14 و 7 بطبيعة الحال هي 7، دونك النتيجة النهائية هي ناقص 7. إذا كان العددان بطبيعة الحال إذا كان لدينا نفس العدد من الأزرار سواء الزرقاء أو الحمراء، دونك مثلا هنا لاحظوا معي 13 زرا باللون الأحمر و 13 زرا باللون الأزرق، هذا يعني أن عدد الأزرار التي ملونة باللون الأحمر سيتم إقصاؤها مع عدد الأزرار التي ملونة التي هي ملونة باللون الأزرق. دونك هنا احنا في واحد الحالة اللي ما غاديش يقعوا لنا أزرار، دونك يعني صفر صفر زيرو، وعندها نقول إن العددين متقابلان، دونك 13 و ناقص 13 هما عددان متقابلان، دونك هنايا لي نومبر أوبوزي دونك لو سوم صافي زيرو، ستادير لا سوم هي نول، دونك العملية الحسابية هنا تعطي صفر. دونك هذه عملية، دونك هذه برمجية يمكنها أن تساعد التلميذ في فهم مجموع عددين صحيحين نسبيا، ثم عندما نفهم طريقة حساب عددين صحيحين نسبيا يمكننا إسقاطها على حساب عددين مختلفي الإشارة، دونك سواء كان عددين صحيحين أو عددين عشريين. شكرا على التتبع وإلى فرصة وبرمجية مقبلة بحول الله. Thank you.